بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل موضوع الـ OSPF Non-Broadcast Multi-Access OSPF. في الفيديو السابق احنا شرحنا اللوب باك انترفيس ازاي توزع على التوبولوجي اللي قدامنا، وقلنا ان احنا كريتنا مجموعة من اللوب باك انترفيسز وادخلناها في الـ OSPF Routing علشان تكون معيار اخر يتم استخدامه في الرواتر لتحديد راوتر DR وراوتر BDR. وبالنتيجة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت لقينا ان راوتر 4 ساعات هو DR وراوتر 4 سبعات هو BDR. فلو رحنا على اي راوتر من اللي موجودين حوالينا شو IP OSPF neighbor هنلاقي ملخص سمري بيقول ان راوتر 4 ساعات هو ده DR راوتر والاربع سبعات هو BDR راوتر. في آلية أكثر توضيحا ممكن نتفرج منها على اللينك ستيت ادفرتايزمنت الخاص بالـ OSPF. فلو قلنا برضه نفس الأمر شو IP OSPF بس بدل كلمة نيبر نكتب داتابيز. كلمة داتابيز في حد ذاتها هتورينا أو هتفرقنا على اللينك ستيت ادفرتايزمنت تيبلز نفسها. تعال نشوف هنا، هتلاقي في الراوتر، هتلاقي هنا عنوان الراوتر اللي احنا فيه الراوتر ID 4 2، وهو شايف الشبكة 14.004 من الراوتر 14.004 واحد واثنين وهكذا 7 9. وهنا كمان الشبكة 31 عرفناها من خلال الراوتر ID 31.2، شبكة 41 عرفناها من الراوتر ID 41.2 وهكذا، لان دي الشبكات او دي الرواتر اللي هي موجودة على السيريال انترفيس. وهنا ده الايج، المدة الزمنية اللي احنا عرفنا منها الراوتر ده او النتورك دي. فبالطريقة ديت احنا عن طريق شو IP OSPF neighbor او شو IP OSPF database بنقدر نعرف تفصيلا DR والBDR. في طريقة كمان تالتة، لو انت شايف الرسمة قدامك هتبص على الانترفيس المقابل للسويتش. ففي اللاب بتاعنا دوت عندنا الانترفيس فاست 0 على 0، هو المشترك ما بين الرواتر والسويتش. يبقى لو انا جيت جوه راوتر 2 كده مثلا قلت له enable show IP OSPF show IP show interfaces OSPF show IP OSPF interfaces، اي بالظبط كده show IP OSPF interface، هنلاقي هنا ان الانترفيس فاست ايثرنت 0 على 0 في شايف هنا designated router و backup designated router، وان الهيلو تايم المسجز اللي تبعت ما بين الراوتر وجرانه كل 10 ثواني، والديد بعد 40 ثانية. يعني اذا الراوتر 7 في تزامن في سنكرونايز تايم بينه وبين راوتر الدلتا، فهنا الراوتر 7 بيبعت كل 10 ثواني هيلو مسج، وبالتبعية راوتر الدلتا بيبعت له هو كمان هيلو مسج كل 10 ثواني علشان ينقلوا مع بعض الهيلو مسج دي، يعرف منها الراوتر ID، يعرف منها في اوثنتيكيشن ولا لا، يعرف منها معلومات كتير. طب لو راوتر الدلتا ما ردش يستناه كمان 10 ثواني، ما ردش كمان تالت 10 ثواني، ما ردش في ال 40 ثانية، الراوتر 7 بيعتبر راوتر الدلتا وكل ما هو وراءه في عداد المفقودين، فبالتالي يروح يعلم كل التوبولوجي اللي هنا دي ان راوتر دلتا والشبكات اللي معاه بقوا خارج نطاق الخدمه. وده كله بيكون بشكل دايناميك، ما بنحتاجش فيه احنا لاي تدخل مباشر كشكل ستاندرد. ولما بترجع الخدمة تاني بترجع تشتغل كل الابديتس زي ما كانت على وضعها لو الخدمة قطعت. فاحنا عندنا هنا
enable مثلا في راوتر 1 ونقول show IP OSPF interface. ندور تاني كده هنلاقي انترفيس فاست 0 على 0 ده اللي احنا محتاجينه. هنلاقي هنا transmit delay is 1 second state DR. هنا ما كتبش ال IP ليه؟ لان الستيتس بتاعه BDR انا ال BDR والديزيجنيتد راوتر بتاعي الديزيجنيتد راوتر بتاعي الاربع تسعات الاربع ايه تسعات ده الديزيجنيتد راوتر بتاعي وادي الباك اب الاربع سبعات تمام. طيب حاجه تانية كمان يبقى احنا كده قدرنا نفهم الدي ار والبي دي ار راوتر. في اليه تسبق اللوب باك انترفيس حاجه اسمها بريوريتي نمبر. بتعمل ايه بقى البريوريتي نمبر دي؟ ده مجرد رقم فيكسد بيتفعل على الانترفيسز الفاست ايثرنت. فمثلا لو رحنا على راوتر 5 هنا خلينا البريوريتي بتاعته ب 10 ده مجرد رقم وانترفيس فاست 0 على 0 هنا البريوريتي بتاعته هنا نقول مثلا ب 8 وهنا الاربع سبعات البريوريتي ب 5 والاربع اتنينات البريوريتي ب 2. الديفولت بريوريتي في الاوس بي اف على الانترفيسز بواحد. طب عرفت منين؟ لو جينا هنا على راوتر 8 اللي هو الاربع اتنينات قلنا له شو اي بي اوس بي اف نيبر تاني هنلاقي بص هنا الكلمه دي بريوريتي. بريوريتي ايه البريوريتي؟ البريوريتي اوس بي اف على الفاست ايثرنت بواحد اما على السيريال بصفر لان ما بقاش في عمليه انتخاب على السرايل لان دي كونكشن دي طبيعتها بوينت تو بوينت كونكشن فما بيحتاجش عمليه انتخاب لان هم راوترين قدام بعض. اما لما بيكون في اكتر من راوتر قدام بعض بحتاج اعمل بقى عمليه الانتخاب عشان العاصفه اللي كنا تحدثنا عليها سابقا ما تحصلش ما يجيش كل راوتر عايز يقضيه كل الراوتر اللي عندنا بالمعلومات وبعد كده الشبكه تقع بسبب البرودكاست ترافيك الشنيع اللي ممكن يحصل. فبيحصل هنا معانا ان الانترفيسز الفاست بتاخد بريوريتي ثابته بواحد. يبقى نفهم كده ان الاوس بي اف اول محدد بيروح يبص عليه البريوريتي نمبر. لو مفيش وكل الديفولت بتاعه بواحد يدخل على المعيار الثاني اللوب باك انترفيس. طيب لو مفيش يدخل على المعيار الثالث اللي هو بيكون الديفولت اعلى اي بي ادرس. يبقى اول حاجه اعلى بريوريتي ثم اعلى لوب باك انترفيس ثم اعلى لوجيكال اي بي ادرس على الديفايس. طب نحدد احنا ازاي الكونفيجريشن بتاعت اللوب باك انترفيس؟ اجي في راوتر مثلا 3 وعلى الانترفيس فاست 0 على 0 واقول اي بي اوس بي اف بريوريتي 10. ننقل من الرسمه زي ما اتعودنا قبل كده كل المعلومات بتكون على التوبولوجي ونشتغل منها ونقول له دو رايت كده ونروح على راوتر 4 نخليه ب 8 كونف تي انترفيس فاست 0 على 0 اي بي اوس بي اف بريوريتي 8 دو رايت نسيف وراوتر 5 كونف تي راوتر اوس بي اف لا راوتر ايه بس انترفيس فاست 0 على 0 اي بي اوس بي اف بريوريتي 5 تو رايت واخيرا راوتر الاربع تسعات البريوريتي بتاعته ب 2 كونف تي انترفيس فاست 0 على 0 اي بي اوس بي اف بريوريتي 2 تو رايت. يبقى انا كده خلصت كل البريوريتيز اللي على الرواتر.
اروح بقى على السويتش بتاعنا ونعمل ريلود كذا مره، 3 مرات مثلا عشان ياخد تايم بتاعه. ريلود نقول له نو. ندي له وقته. ونسيبه شويه مده زمنيه لان الاوس بي اف بياخد 40 ثانيه عشان يمسح الكاشد ال اس سي ادفرتايزمنت من التيبلز بتاعته. انما السويتش زي ما احنا عارفين بياخد من 30 ل 50 ثانيه علشان يكون جاهز لنقل الداتا. فطبعا مده السويتش اللي هي 30 ثانيه ما بتعملش كفرنج ان كل ال اس اي ادفرتايزمنت الخاصه بالاوس بي اف تتمسح. فعشان كده بنريلود السويتش اكتر من مره اكننا طفينا الكهرباء في السيستم كله وشغلناها تاني، فنضمن ان عمليه الانتخاب تحدث بشكل سليم من غير ما يكون فيها اي خطا سابق او اي ما يكون فيه معلومه سابقه محفوظه على اي راوتر من الراوتر. وبعد كده المفترض ان الراوتر اللي عليه اعلى بريوريتي حاليا هو اللي يكون الدي ار راوتر، يعني البريوريتي اللي موجود عليها 10 هتبقى هي ده الدي ار. فين تاني اكبر بريوريتي؟ 8. يبقى الانترفيس اللي عليه 8 ده اللي هيكون البي دي ار، يعني 4 5 هو الدي ار و4 2 هو البي دي ار. لسه السويتش ما فتحش، ينقل داتا بس ويحصل ابديت للراوتنج بالنسبه للاوس بي اف. بدأ يشتغل. هنعرف اكتر لو رحنا على راوتر بعيد مثلا من الرواتر دي وقلنا له انيبل شو اي بي اوس بي اف او شو اي بي راوت، افضل شو اي بي راوت. هيبتدي ابديت. بدأ يشتغل كده، جاب كل الشبكات اللي عندنا. طيب نروح بقى على راوتر، نقول مثلا راوتر 4 7 اللي كان من شوية هو البي دي ار. شو اي بي اوس بي اف نيبر، ونتأكد بقى كده. الدي ار بقى قدامه 10 ل 4 5 والبي دي ار اللي قدامه 2 اللي هو البريوريتي بتاعته ب8 الاتنينات. طيب في بقى معلومة تانية إضافية، لو أي انترفيس من دول أنا عايز أكبر الرقم يبقى أكبر رقم هو الدي آر راوتر وأصغر رقم ملوش معيار معانا. لكن لو أنت عايز تعرف الماكسيمم والمينيمم الأفريج على الانترفيس من 0 ل 255، يعني لو جينا هنا كده كونفتي انترفيس فاست 0 على 0 اي بي اوس بي اف بريورتي وعلامه استفهام، هنلاقي ان الارقام المتاحه لنا من 0 ل 255 بس الديفولت بواحد. ما هو من 1 ل 255 بيدخل الراوتر في عمليه الانتخاب في عمليه الالكشن. اما الصفر لو انت خليت الانترفيس بصفر كده مثلا الراوتر ده بالانترفيس ده لن يشترك في عملية الانتخاب من اصله، اكنك بتجنبه عملية الانتخاب وهيعتمد على حد تاني ان هو يكون الدي ار راوتر في السيستم.